هذا اللي شيء يجري مجلس وكوبيا لكن وح أنا سجن الأحمر وح دار بيعهاي وح سومالي كسبوا يعني وح تربى ذنب بيعهاي وح لكن وسو كوبيا حلقة ذنب أبوها أنت عمل وح حلقة مسفن مركي سوكا يه الرئيسي وح نسكو أرجعني شركة لجوس سمين هي أفريقيا يونيون سرت لما يكون يكودي ليبيا مقالة سرت أنا سكو أرجع وحبا شنو أنا جيسي مركز إنه وليد تكرهه يعني أجريسيف ما هي لكن ويه يستندلك أو قبل رأي واحد مثل لكن إلا ده طبعا سنة كوري سبي نقصية كبعدي لبادي يكون إيه لبادي بش في فبراير لبادي يعني أيام واحد مثل يشير أنا كسمها وزير كأريمه تبدأ مجالد خرطوم ويكشر هايين إيجاد مدحضوط مركا انت بضان وادوكتهين مدحوان ياشو مركا يشير هايان وحاسوه هرمرا وزيرو دا عرمها ديبادا او سمعي عجان دادي انو شركي فردنا تدوادي دي دل ومشار قرين يونلي مصطفى اسماعيل مصطفى عثمان اسماعيل ووزير كارمها ديبادا سودان با الفابيتك بيسوح عن دولته مثلاً هدولها وهرية وهذا الكبلابة هي وجبوتي يكيني يو إثيوبيا إي إذا مركب أنا يا كحينا مسفن وحو وكينيا نروح شطان منين يا مسفن وحو يرهل لي دافي يعني هو خد بالك كذا يا وشروي عالمية دولة مرينك إثيوبيا السودان والوجه الصين يا عالم كله ما خسر خيبة مركب أنا يا توس وركي إيوين waxaan ka hadlay dawladdi aan ka imid oo madaxweyne Cabdi Qaasim iyo shirki carto oo ku dhashay iyo in dadka Soomaaliyeed go'aankooda ahayd for the first time 10 sano ka bacdi aan dawladna shaqo abaabulay markaan hadalkii dhameeyo igu soo celiyay hadalkii markaa intuu istajabiyay ingiriis buu ku hadlay buu yiri what government is talking about dawladdu ka hadlay maxay tahay a bunch of al-Qaeda supporters who are confined in two hotels Ramadan and Sahafi كوح يرو محوها القاعدة وأه عادي فوق هيا وكوكا لديك كنول لبا هوتيل حمر كنول أن حمر بهايسن هوتيل كسحافي هوتيل كرمضان مركا أنو وحاند البضي وحلي إلى بوينت أوف أورر بوينت أوف أورر مصطفى إسماعيل إسماعيل وأي دي وحا خسر يقول نقطة إن مركا فوضى سمايو لبا دي أن كان هذا السان هذا الكوكتشيو أول ميكروفون يسكسو تشيلي بان فري وانيغا ميس كان قراعي بربان ميس قراعي برت الصومالي قطالو نيك هذا السؤال المغلوان وحا خسر نغطي مركا إن هذا الكي ليسي يعني وحا أنا المركا إنه وإنتي سيوان كتواب وحا what government is talking about a bunch of minority Tigrayans who are governing Ethiopia in an iron fist وحنو عسار أنت وتوابي دولدو كالله يمحي تايبان كوح يرو minority oo dalka Itoobiya xoo ku xukunta annaguna annaga dawladu ahbaanay dawladda shacabka Soomaaliyeed shacabka Itoobiya dawladu ma leh conference I have another tip wax kalaan idin sheegayaa muhiimana anuu markaa hadda xabar ka soo baxay islaan indala oo ayay igu aadan oo aruur aan dalin waxaan kama jiraan meesha ka sameeyay baa igu dhigtay farta iga soo hartay waxay tilmaan dhow inaan sideetamadii makhaayad weyn xabar kulaha soo garan mayso aad u socotaa niman Itoobiyaan qaxootiya ayaa wax ka cun jiray dhowr sano waxay u cunayeen markii dambe way iska tageen lacagtii waan siin markaa deen baan ku leeyahay waa kacay waxba ma haysto caruur ma dhalin niman badan bay ahaayeen laakiin yaa ka garanaysaa baan raayay waxay tilmaan dhow laba nin oo ka mid ahaa ayaa hadda Itoobiya madax ka abaaliyay markaa adaa madaxa haddaad shirar ku aragtid lacagtii iga soo qaad magacyadood baan raayay dadkii waan u sheegayaa shirki waxay tilmaan mid misfin baa la yiraahdaa minna ماذا يفعل arintu waxay keentay ninkii inaan darbaaxo inuu ninkii cararo
برتي وينيد وسومالي كتيل أنا كده برتورة دبر كذا نفته إلى يا مركز كبعدي مسفن هالكاس عن كبرتي وسيء قاعد مرة وحانو قاعد مسفن نينكا فور أفري بر صادرة سومالي كو خاص بي ونكي ورورة ضاع سريع 4.5 وسيء ضد كل واقعي وحانو قاعد نينكا نظام كفدرال كا كو خاص بي ضد كسومالي إنه سريع وحان وقاعد إنك قبل وبعد سواب قار إنه واضح حكومة كخص بي إنه ها وحو بيفيق لنا يي دلك سواماي إنه كارجوكو محوها وقوي إنه جارو قاضو محارير هذا محوها يتو كونفرق البيت إنه جارو قاضو بنت لان إنه قاضو جبو لان إنه قاضو برنامج كيسو كاسوا وحا هو شاف فلوني استراتيجية إيش سجلها شغلة إنك فلونها هي نوع ميكانيزم كحمر iyo meel uu tagay hargeysa iyo meel uu tagay oo hadba hawsha meeshay maraysay thermometer ka gelinahay wuxuu ahaa ninka madaxda oo ahay gabar oo ahaa gabar koox military iyo khubaraa baa la shaqeyn jirtay marka isaga hubsanahay hadba waxa jira Soomaalida wali 2006 dagaalkii ay soo qaadeen dib dhamaadkeedii ilaa 2009kii bay ku ogaadeen inay san xuquuq qabsan kare oo dad iska muqaatileen ay yihiin dad dagaaliha marka waa inaan ku qabsanaa bay yiraahdeen soft power awood jilicsan awood adag kuma qabsan karo military awood jilicsan waxa kamida in dadku aaminaan inay san dawlad lahayn Ethiopia laga xukumo psychological waxa kamida perception ba kamida oo ah mesela bay dhaw markaan joognay baa waaweyn oo ay ku taalo Ethiopia labada dhinac kaga taalo oo lacag qiis lagu gadaa dukaamada wax lagu shubay saad maalin walba magaca Ethiopia oo aragtid oo aad u qaadatay waxa kamida passport-ka marka tagtid in degdeg lagu siiyo Ethiopia qofka Ethiopian-ka rasmiga ah passport-ka 6 bilood bay ku qaadataa laakiin qofka Soomaaliga week ama 2 week baa lagu siiyo waayo wax ka weyn passport buu ka qaadanayaa marka waxa kamida in dalka lagu soo daayo carq maxaa aha khamra tira badan booyada carqa qaadka in lagu soo badiyo daroogada lagu badiyo dadka inta badan in la recruit gareeyo laga dhigo dad jawaasiis dadkii Soomaalida laftoodii in laga dhigo dad jawaasiis hadda agoonta tikreeg aan ilaada dadkii tikreeg waa ka dhintay moqta qulii saasa dad baan baasaas wali waxay u badan yihiin dadka elite-ka iyo madaxda u badan yihiin maqliisa arintaas ninkii ka dameeyay aabaha oo ahaa macallinka weyn ahaa maskaxda ahaa plan ka sameeyay wuxuu ahaa misfil nin kala jira oo isagu iska junior ahaa laakiin ragga shaqada loo soo diray ismalaash baa loo jiray ismalaash wuxuu ahaa qunsulkii u dameeyay oo fadhiyay magaalada garoow aniga shakhsiyan taariikh gaar u leeyahay markii hadda doorashada aan gelayay xildhibaanimada wuxuu u yimid madaxweyne cabdigaas adooli gaas wuxuu zakariya ma soo bixi karo wasiirkayga arrimaha dibadduna waa kula soo hadlay Ethiopia wasiirkiina wuu la soo hadlay warkaasna adooli gaas baa afkiisa iyo sheegay maqlisa sikriye ma soo bixi karo mar walba shaqadoodu waxay ahayd dad in favor u ah Ethiopia ama Ethiopia la jira inay barnaamijka soo galaanin baa istaraatiijigoodu ahaa si waxay rabaan u fushadaan marka Eritrea ba sababta Ethiopia ku qabsatay waxay ahayd baarlamaan Eritrean ah fariistay iyagoo dowladda madax banaan markaas yiraahdaan ama Ethiopia ama Dimash go'aan bay ku gaarin Ethiopia inay raacaan marka ka bacdi baa dhumihii loo ogaaday moqta dagaal galay